اليوم رح نحكي عن موضوع جدا مهم. كثير من الاشخاص بنشوفهم بحياتنا عاطفيين كثير بالحياه وسريعين التاثر بالاخرين، وكمان بيخافوا، عندهم رهبه الخوف من فقدان الاشخاص الاخرين، وبيسعوا دائما لارضاء الاشخاص يلي حواليهم، ودائما بنلاقي معاملتهم مع الاشخاص بتكون غريبه وحده نوعا ما، وباغلب الاوقات هم متقلبين المزاج. ولكن ببعض المراحل او بمرحله محدده بتكون هي مؤشرات لاصابه هذا الشخص باضطراب الشخصيه الحديه. اكيد عفاف، اليوم رح نتعرف اكثر عن هذا الاضطراب وما هي الشخصيه الحديه وهل لها صفات معينه، قد ايه هذا الشخص ممكن ياثر على حياته وعلاقاته مع الاخرين وايضا علاقاته مع المحيط، وكيف ممكن تتعالج هي الشخصيه، وبنفس الوقت كيف ممكن نتعامل معه نحن كاشخاص بالمحيط. هي التفاصيل وغيرها من الاستفسارات رح نطرحها على ضيفتنا بالاستوديو الاختصاصيه النفسيه الاستاذه سلام قاسم. صباح الخير استاذ سلام، ويسعد أوقاتك. يسعد صباحك سلمى، يسعد صباحك عفاف، يسعد صباح المشاهدين. يسعد صباحك استاذة سلمى. يعني اليوم موضوعنا كثير مهم، ويمكن قبل ما نسأل عن تشخيص هاي الحالة اللي ممكن تكون بكثير أوقات مبهمة أو صعب تشخيصها، خلينا نعرف اضطراب الشخصية الحدية بشكل علمي. هلا بصراحة نحن كثير بنصادف أشخاص بحياتنا وبيكونوا انفعاليين ومتغيرين المزاج بشكل متواصل، ودائما بنلاحظ عندهم هالشيء، بس نحن ما بنعرف نعطيهم عذر او نعرف شو مشكله هدول الاشخاص. مشان هيك فاضطراب هدول هن الشخصيه الحديه نوع من انواع الشخصيات، ولكن اضطراب الشخصيه الحديه هو عباره عن مرض من امراض الصحه العقليه. هذا المرض بيتميز انه شعور الاشخاص هدول تجاه انفسهم وتجاه الاخرين بيكون متبدل، اضافه الى انه عندهم شيء من الخوف من الهجر، الخوف من انه حدا يتركهم، الخوف من انه يبقوا لحالهم دائما، فبيكونوا انفعاليين، بيكون مزاجهم متبدل، دائما عندهم تدني شعور الذات، دائما عندهم عدم ثقه بالنفس، دائما بنلاقي نحن انه عندهم اضطرابات تجاه الاخرين، حتى ممكن انه تتجه هي الاشياء اللي بحسوا فيها الى تانيب الذات، تانيب الضمير، بنفس الوقت من كثر الحاله الشديده اللي بيكونوا فيها. على فكرة هي من أشد حالات أو من أشد الاضطرابات العقلية عنفا، لأنه هي الاضطرابات، هذا الاضطراب بيتجلى أنه بالأخير ممكن الإنسان يتجه إلى إيذاء النفس، ممكن يوصل إلى حالة من الانتحار. هو عادة ببلش بمرحلة البلوغ، ممكن يصل إلى مرحلة الشباب، خلال هاي المرحلة بيكون بالأوج، ممكن مع الوقت أنه مع تقدم العمر يتم العلاج، ممكن بعض الأعراض تتلاشى، ولكن في أعراض ثانية ممكن تبقى، بتم المريض انه بيتعامل معها بطريق انه يحسن يسيطر على هي الاعراض، وبالاضافه الى انه الاشخاص المحيطين فيه ممكن يعرفوا مشكلته ويعرفوا كيف انهم يتعاملوا معه. فهو صراحه من احد الاضطرابات الصحه العقليه واشدها تعقيدا. طيب استاذ سلام، خلينا نتعرف شوي على الصفات او الاعراض اللي بتكون بارزه واللي ممكن، يمكن نحن دائما بنقول اضطراب سلوكي الشخص شوي ما بيحس فيه بسهوله، كيف ممكن المحيط يعرف انه هذا الشخص عم بيعاني من مشكله ويحاول يمد له ايد له؟ تمام، حتى مو انه ممكن المحيط يعرف، حتى ممكن احيانا احد الاشخاص بيكونوا بيعانوا من هذا الاضطراب بس ما لهم عارفين انه هو اضطراب الشخصيه الحديه الا لحتى يستشيروا اخصائي او طبيب نفسي لحتى يدلهم على الحاله ويقدم العلاج المناسب. هلا كثير مهم انه نحن نعرف الاعراض يلي ممكن تصاحب اضطراب الشخصيه الحديه. هلا اهم عرض من الاعراض هو الخوف الشديد من الهجر، الخوف الشديد من الوحده لدرجه انه ممكن يصل الى شيء غير طبيعي، شيء غير معتدل، اضافه الى انه نحن بصير عنده المريض نوع من جنون الارتياب او انه انفصال عن الواقع، بحس حاله انه هو موجود ولكن غير موجود بنفس الوقت، ما في ارتباط، يعني ما بحس بتلامس جسده مع المكان اللي قاعد فيه، ما بحس، بحس حاله كانه طاير بالهواء يعني، ففي انفصال عن الواقع. هذا قد يستمر من دقائق الى ساعات، اضافه الى انه بيكون عنده هذا المريض شعور بالتغيرات، التغيرات الداخليه اللي موجوده عنده، سواء بالنسبه
له أو بالنسبة للآخرين؟ بالنسبة للآخرين ممكن أحياناً تشوفيه بيعرف أحد الأصدقاء وهو صديق له على أساس بلاقيه أنه شخص مثالي وشخص كتير جيد كتير محترم، فجأة بتلاقي بتتغير نظرته 180 درجة، بصير بلاقي هذا الشخص سيء ما أنه منيح، ليش بتتعاملوا معه؟ فوراً بنقلب مزاجه. كمان نظرته لنفسه، هو نظرته لأعماقه لداخله بتكون نظرة إنسان سيء، يعني ما بشوف حاله منيح، بشوف حاله هو إنسان سيء حتى لو كان عنده مهارات وقدرات. إضافة إلى أنه هي اضطراب الشخصية الحدية بيأثر على طبيعة حياته، على تعامله مع الآخرين، حتى على وجوده بعمله. بتلاقي أنه صار طريقة العمل اللي هو عم يشتغل فيها ما أنا منطقية، ما أنا منتظمة، في أخطاء، حتى في عندهم ردات فعل بتكون هي فورية، يعني انفعالية اندفاعية بدون تفكير، سلوكيات بدون أي تفكير. مثلا ممكن يكون الشخص بشغله وأموره تمام فجأة يقدم استقالته، ممكن يكون عم يسوق السيارة بطريقة كتير ريلاكس وعادية فجأة يسوقها بطريقة يعني كتير متهورة تماما. حتى بعلاقاته العاطفية مع الأشخاص ممكن يلجأ إلى علاقات مثلا عاطفية، علاقات جنسية غير صحيحة، إضافة إلى أنه ممكن أحيانا يصير عنده اضطراب الهوية الجنسية، يعني بصير بيكره حاله، بيحاول يعمل تبديل جنس. بعدين مع الوقت هو بيدرك أنه كان في غلط معين، ممكن يحس أنه كان هالشي اللي عم يعمله أنه هذا شيء غير صحيح، نتيجة طبعا دعم الأهل والناس والوسط يلي محيط فيه. فهو من أشد الاضطرابات النفسية، من أشد الاضطرابات، من أشد الأمراض للصحة العقلية تعقيدا. يعني حتى هو في كثير من الناس بتجهل الأسباب، أنه يعني شلون ممكن الإنسان يعرف حاله أنه أنا مثلا معي اضطراب الشخصية الحدية، أو أنه ممكن لقدام يعرف، أو أنه بالأجيال القادمة. صراحة لغاية هلأ ما في يعني بحث أو ما في سبب واضح 100% لهي الشخصية، ولكن الأكثر صحة هو أنه تأثير البيئة لما الإنسان بيكون طفل، تأثير الوسط المحيط، معاملة الأهل له، أو ممكن يكون تعرض لاعتداء جنسي أثناء الطفولة فبيصاحبه لفترات طويلة من حياته. ممكن أحيانا يكون تعرض لإصابة دماغية معينة غيرت بطريقة تفكيره مثلا، ممكن أحيانا يكون نوع من الوراثة. يعني في دراسات تمت على توائم وأثبتت أنه أحد الأشخاص صار معه اضطراب شخصية حدية، الثاني ما صار معه، يعني ما أنت في شيء معين أنه ممكن يكون وراثي. فما في سبب دقيق 100% لسبب الشخصية الحدية، ولكن هي من الشخصيات المعقدة، منلاقي نحن صعوبة بالتعامل معها، بتصادفنا بحياتنا. نحن منقول مثلا هالشخص مزاجي، فلما بقول أنا مزاجي والله ما بعرف أتعامل معه، يعني شوي إنسان جيد شوي ما أنه جيد، طب كيف الطريقة لحتى أتعامل معه؟ هون لب الحديث. طيب أستاذ سلام، اليوم نحن نعرف أنه في اضطراب شخصية صامت واضطراب الشخصية الخارجية اللي الشخص بيعبر فيه عن انفعالاته وغضبه والعوارض اللي بتظهر عليه. اليوم التشخيص يمكن يكون كتير صعب أو معقد حسب الأخصائي هو وشطارته، بده يكشف أنه هذا الاضطراب صامت، لأنه هنيك ممكن هو ينزعج، ما يحكي، ما يقدر يعبر عن مشاعره، صعوبة بالتعبير، يسكت، يلوم حاله، صامت كليا بجميع الانفعالات اللي هو بيشعر فيها. كيف اليوم بدها تتم طريقة التشخيص الصحيحة؟ هلا طالما هو مجرد انه يروح لعند الأخصائي فهو رح يصير بيناتهم حديث. فأهم طريقة للتشخيص هي المخاطبة بالكلام، يعني ممكن الأخصائي بأسلوب معين بطريقة يحاول انه ياخذ منه معلومات ويعرف انه كيف وصل لهي المرحلة وشو الأعراض اللي عم بحس فيها عن طريقة الاستنباط الأفكار منه، فممكن يصل لنتيجة ويعرف. يعني عادة هدول الأشخاص دائما حتى لو كان عندهم الاضطراب صامت، ولكن في أشياء ممكن تظهر عليهم كتير بشخصيتهم، باضطراب الغذاء مثلا، التغذية، بطريقة تعاملهم مع الآخرين. إلا مهما كان صامت، إلا ما يكون في أشياء هو عم يشعر فيها وبتبين للآخرين، وخصوصي للأشخاص اللي عم بعيشوا معه، يعني ممكن زوجته، ممكن أهله بالبيت، رح يلاحظوا أنه هو شو عم يعمل، شو عم بيصير. هو عادة هدول الأشخاص مثل ما قلت لك أنه الخوف الشديد هن فقدان الناس اللي حواليهم، مشان هيك أحيانا بيحاولوا أنهم يكسبوا هدول الأشخاص، بيحاولوا يكسبوهم أحيانا عن طريق
الطريق انه مثلا اذا صارت اي مشكله عندهم يحطوا السبب للاشخاص اللي حواليهم، يعني ممكن يلجأوا لاسلوب الاتهام للاشخاص المحيطين لحتى يحملون سبب المشكله والقيام فيها، لحتى يحاولوا انه يكون في ارتباط، يعني نتيجه انه مو حابين هيك، بس الخوف الشديد من فقدان الاشخاص اللي حواليهم والهجر وانهم يعيشوا لحالهم ممكن يتصرفوا هذا التصرف، اضافه الى انه ممكن مثلا تلاقي الشخص يلي عم يكون عنده هذا الاضطراب الشخصيه الحديه ممكن احيانا يكون قاسي بالالفاظ، قاسي بالعبارات مع الاشخاص اللي موجودين حواليه، اضافه الى انه بتكون عنده نوبه غضب كثير شديده، ممكن يغضب على الاشخاص اللي موجودين، فبتلاحظي كل الاشياء يلي ممكن يعملها والاعراض بتكون واضحه، مثل ما قلت انا انه بتصير حاله من الانفصال عن الواقع، وهي بتاخذ لوقت من دقائق لساعات، يعني اكيد الاشخاص اللي عايشين معه بالبيت رح يلاحظوا هي الحاله لانه بلشت تظهر، لانه في اعراض، هي الاعراض هي مانا داخليه، لو كانت داخليه 100% مثلا انه ما ظهر عليه شيء ابدا، يعني معناتها هو ما صار عنده هي الحديه اللي اذت الاخرين، هي بتاثر اضطراب الشخصيه الحديه بتاثر على شعوره بنفسه، ممكن يؤذي حاله، يؤذي حاله وبياثر على الاخرين، اذيه النفس تصل للانتحار. مشان هيك انه نحن لازم كثير ننتبه لهذا الشخص، واذا كان موجود عندنا بالبيت انه نحن ضروري ناخده لاخصائي نفسي، ناخده لطبيب نفسي لحتى يدرس حالته ويعالجه، لانه العلاج موجود، اكيد موجود عن طريق التخاطب، موجود عن طريق العلاج المعرفي الاكلينيكي، موجود عن طريق الادويه، في اكثر من طريقه لعلاج هذا الشخص. كثير مهم انه نحن نعطيه نصائح، ونعطي نصائح للاشخاص يلي متعاملين معه لحتى نحسن الحد من اضطراب الشخصيه الحديه، ونحد من العدائيه اللي موجوده عنده اللي ممكن تأذي الآخرين. هذا الشخص طيب هو استاذ سلام، لو سمحتي حضرتك حكيتي عن فكرة كثير مهمة، اضطراب الحدية ممكن يوصل لأنه يأذي نفسه، ومن الصفات اللي قلتيها أو السمات في كثير تشابه بينه وبين الاكتئاب الحاد، بين خليني أقول الاكتئاب ثنائي القطب، اللي هن كمان بيعطوا نفس هاي الأعراض، الغضب الشديد ممكن يأذي نفسه، مشان هيك كيف ممكن يتعامل المحيط معه لحتى يوصل لمرحلة العلاج؟ حتى الاكتئاب والقلق هو بيكونوا أحد أعراض اضطراب الشخصية الحدية، ممكن يتعالج أحيانا عن طريق أدوية الاكتئاب وأدوية القلق، وإضافة طبعا للعلاج السلوكي اللي حكينا عنه الإكلينيكي اللي بيعتمد أنه نحن نعرف السلوكيات اللي عم بيقوم فيها وكيف يتعامل مع المشاعر السيئة اللي عم بيحس فيها. هلأ بالنسبة للمحيط لحتى يتعامل مع هذا الشخص، أول شيء بده يعرف أنه يدرك نفسه، أنه يعرف أنه هذا الشخص انه عم يعرف انه هو معه هذا الاضطراب، اضافه انه الوسط المحيط كمان لازم يعرفوا يقروا عن شيء عن الاضطراب الشخصيه الحديه، لانه المعرفه بالشيء بتخليكي تعرفي كيف تتعاملي معه. لما بيعرفوا انه هذا الشخص هو عم بيخاف من فقدان الاخرين ممكن يحسسوه بالامان، وبنفس الوقت يحطوا حدود، لانه احيانا نتيجه انه هو خايف من الفقدان بجوز بده يلاقي اكثر من اسلوب سيء لحتى يتملك هدول الاشخاص او انه يحس انه هن موجودين، فدائما لازم يكون موجود حد معين ولو وان كان بقسوه، يعني انه انت لا لازم نحن مثلا موجودين هلا، ولكن الحديث يلي عم بيتم بيننا وبيني وبينك انا هو لا يعني اني انا ما بحبك، لا انا بحبك، ولكن انه في امور معينه لازم يدركها هو هذا الشخص، يعني منه طريقه التعامل، منه الغضب، العصبيه اللي ممكن تاذي الاخرين. معه مع التكرار، هو مع المرات أكثر من مرة رح يتم في شيء إيجابي، لكن بالبدايات ما رح يتقبل أنه أنت كوسط محيط فيه مهما كانت صلة القرابة أنه تعطيه هذا الانتقاد، لأنه هو شايف حاله أنه أنا هذا الصح. يعني بنفس الوقت أنه لما بيلقي المسؤولية على الآخرين يتم توضيح أنه لا ما أنا اللي عملت هذا الشيء، أنت اللي عملته بالمكان الفلاني واللحظة الفلانية. كثير مهم نحط النقط على الحروف ونحسسه شو هو، لأنه عادة لما نحن ما بنوضح لهدول الأشخاص طبيعة حياتهم وشخصيتهم بصير الإنسان مثل كأنه عم يمشي على قشور البيض، يعني دائما خايف، دائما متوتر، دائما في قلق، يعني ما بيعرف يمشي بطريقة صحيحة أبدا. فكثير مهم التوضيح، إضافة لازم نحن هدول الأشخاص، يعني أنا بعرف شو المثير، شو أنا يعني عايشة مع شخص عنده هذا الاضطراب، أنا بعرف شو ممكن يسبب له الغضب، أنا بحاول بعد عن هذا المثير يلي أدى إلى الغضب، لما بعد عن المثير بحسن أضمن جانب الطرف الآخر. كثير مهم بالنسبة للي بيعانوا من اضطراب الشخصية الحدية إنهم يمارسوا الرياضة، الرياضة هي نوع من التفريغ، بدل ما يضل الإنسان عم بيعصب ودائما هالتبدل بالآراء والمزاج والأفكار وما في دقة
صحيحة بالأفكار، سلوكيات خاطئة نتيجة عدم تفكير، كتير مهمة للرياضة لإلهم. إضافة أنه نحن تدريبات الاسترخاء كتير بتساعد بهيك حالات، تمارين التنفس بتساعد على تهدئة النفس، تهدئة الروح، هدول بتساعد المريض أنه يكون إنسان يعني متوازن إلى حد ما. عادة اضطراب الشخصية الحدية هنا بيفكروا أنه ما له علاج، لا هو إلى علاج، بياخد مدى التحسن بيكون على الأعراض، بتحسن الأعراض وبيحس حاله الإنسان يكون العلاج أفضل. دوائي ولا كلامي؟ لا في دوائي طبعاً ولكن لا يكفي لحاله، مثل ما ذكرت في علاج السلوكي الإكلينكي هذا كتير مهم. هذا العلاج بيعتمد على تقبل المشاعر السلبية يلي بيحس فيها، إضافة أنه مو بس يتقبلها، بنشتغل نحن على تدريبات اليقظة أنه نحن منخليه يحس بالمكان يلي هو موجود فيه، بالأشياء يلي معه، منحاول أنه تركيزه بدل ما يكون موجود على المشكلة مثلاً بشكل متواصل بأثناء الجلسة، أنه يكون تركيزه على أشياء تانية موجودة في المكان، لحتى نحسن نحن يضمن توازنه أنه يحسن يتحكم بأفكاره. لأنه مثل ما ذكرت أنا بالبداية أنه هي مشاعر بتكون بتأدي لسلوكيات غير منطقية تستند على لا تفكير، يعني أنه ما في تفكير عمل سلوكيات بدون تفكير، لا أنا بحاول هون اعتمد على التفكير واشتغل على تدريبات يقظة اللي بتساعد أنه يتحكم بتفكيره لحتى يحسن يتحكم بنفسه لحتى يتوازن مع الوسط المحيط لحتى الناس تتقبله اللي حواليه. يعني قديه المصاب بهذا الاضطراب ممكن يعاني من كتير مشاكل ممكن تؤدي فيه للانتحار، يفكر بالانتحار لأنه هو كائن في عنده كل شيء وعكسه تماماً، بيفكر كمان كتير خارج الواقع خارج الصندوق، بيكون مشاعره حتى منفصلة عن المكان اللي هو موجود فيه ممكن تؤدي فيه للانتحار. خلينا نحكي عن أهمية العلاج، وكل شخص عم يحس بهيك أعراض ما يهمه لي الأعراض لأنه ممكن بلحظة من لحظات تنقلب لا تفكير بالانتحار. ما هيك؟ أكيد عفاف، كتير حلو نحن أنه نعطي نصائح ونعطي أنه كيف الأشخاص ممكن يتعاملوا مع هذا الشخص. هلأ عادة صراحة هو اللي بيصل كتير نسبة عالية تصل من 6 إلى 8% تقريبا من الأشخاص هدول بيحاولوا الانتحار. كتير مهم الأهل لما بيشوفوا الشخص عنده هاي الأعراض أنه ما يستخفوا أبدا، يروحوا لعند الطبيب النفسي. الطبيب النفسي هو أهم شخص يلي ممكن يساعدهم بطريقة صحيحة ويوجههم ويحطهم على الخط الصحيح ويتعرضوا بالمقابل طبعا مو بس ياخذوا الأدوية، لأنه كمان الأخصائي النفسي كتير مهم لحتى الاثنين مع بعض يمشوا ويتخلصوا من الأفكار القديمة يلي أنه ما بيروح لعند الطبيب النفسي إلا كل اللي عنده مثلا متخلف عقليا أو مثل ما بنقول بالعامية أنه إنسان مجنون هو اللي بيروح لعند الطبيب النفسي. لا، لازم نغير هاي المصطلحات الخاطئة ونشتغل أنه لا، كل إنسان دائما بحاجة لطبيب نفسي، بحاجة لأخصائي نفسي. كلياتنا بلحظة من اللحظات ممكن نضعف، ممكن نكون بحاجة لحدا يوقف جنبنا واللي يوقف جنبك أكثر وبطريقة صحيحة وينصحك كيف بدك تشتغلي بحياتك هو الأخصائي النفسي، لأنه بيوجهك على الطريق الصحيح. فلما بيلاحظوا الأهل أنه في مشكلة معينة عند ابنهم أو بتلاحظ الزوجة عند الزوج أو أحيانا الزوج مع الزوجة، يعني هو أي شخص ممكن لأنه بيتواجد عند النساء والرجال بنفس الآلية، كتير مهم لما بنلاحظ أي عرض من الأعراض اللي ذكرتها أنا وبالأخص هو الخوف الشديد من الفقدان الأشخاص اللي موجودين، هذا لحاله العرض موجود ضمن هذا الاضطراب. فمن لما بنلاحظ نحن هذا العرض موجود اللي هو أهم شيء، وإضافة إلى أنه كل شوي بنشوفه برأي شكل وتعامله مع الآخرين بطريقة مختلفة من شخص لآخر، ورأيه بالأشخاص بيكون صديقه ما أحلى بعدين بصير صديقه سيء، هون دور الأهل أنه ينتبهوا لهالموضوع ياخذوه لعند الأخصائي النفسي. لما بنبلش بخطوات العلاج دائما كل شيء تدخل مبكر هو كتير مفيد، أما أنه لما نتأخر نحن هون ممكن تنعكس سلبا على المريض وعلى زوي. إجمالا بالمجمل أهم نصيحة بقدمها أنه لا تخجلوا من أي مرض نفسي ممكن تعانوا منه، دائما نحن موجودين معكم لمساعدتكم، والصحة النفسية بتمشي بالتوازي مع الصحة الجسدية، مع تمنياتي لصحة سليمة للجميع. أكيد بدنا نشكرك أستاذة سلام على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. شكرا لك. شكرا لك أستاذة سلام، وأكيد بنتمنى السلامة للجميع ولكل حد عم يعاني من أي ضغوطات نفسية كانت أو جسدية. شكرا لك. شكرا لك. شكرا على الاستضافة.